أين توضع اليدان في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في الموضع الذي ينبغي أن توضع فيه اليدين أثناء القيام في الصلاة. أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهما قالا: استحبينا وضعهما تحت السرة. الشافعي وطائفة من أهل العلم اختاروا وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر. والثابت هو وضع اليدين على الصدر، والدليل على ذلك ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصدر. صفة وضع اليدين بعد القيام من الركوع. اختلف في صفة وضع اليدين بعد القيام من الركوع على أقوال طائفة من أهل العلم. رأت أن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في القيام بعد الركوع سنة، لأن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين، وحال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام على الصدر، وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده. ثم إن الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في القيام الأول والقيام الثاني، وهذه الهيئة أبعد عن العبث. من صفة وضع اليدين بعد القيام من الركوع أيضا، طائفة من أهل العلم رأت عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع لعدم ورود نص خاص في هذا الموضع، وهو لا يدخل في عموم القيام لأنه اعتدال وليس بقيام، وعليه فالراجح أن المصلي يرسل يديه. هناك طائفة من أهل العلم رأت أن المصلي مخير بين الوضع وعدمه، لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله. ما هي صفة وضع اليدين عند التشهد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات في كيفية وضع اليدين أثناء التشهد، أثناء الجلوس للتشهد، حيث يقوم المصلي بوضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويشير بالسبابة، ويقوم بوضع يده اليسرى على ركبته اليسرى في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فيقوم المصلي بوضع يديه كما فعل في الصورة الأولى، لكنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. الصورة الثالثة يقوم المصلي بوضع يده اليمنى على الركبة اليمنى وليس على فخذه، مع إشارته بالسبابة، واليد اليسرى توضع على الركبة اليسرى أيضا. الصورة الرابعة يقوم المصلي بوضع كلتا يديه على ركبتيه مبسوطتين، ويشير بأصبعه السبابة من اليد اليمنى.